أهلا، الأخبار معكم. في الفيديو ده أنا هتكلم عن موقع البريتش كونسل اللي هو موقع المجلس الثقافي البريطاني. تمام، الموقع ده بيقدم كورسات إنجليزي مجانية، تمام، ومعتمدة وليها شهادة برضه من البريتش كونسل اللي هو المجلس الثقافي البريطاني. تمام، الموقع ده فيه كورسات كتير إنجليزي، تمام، هنشوفوها. بجانب كمان في قبل ما تدخل الكورسات دي في امتحان اسمه امتحان تحديد المستوى، تمام، ده انت بتمتحنه علشان تعرف مستواك ايه، وساعتها الموقع يرشح لك كورسات تاخدها، او ساعتها هتكون عارف المستوى بتاعك وساعتها هتعرف هتبدأ من انهي كورسات بالظبط. تمام، الموقع ده انا سايب اللينك بتاعه في الوصف او الديسكريبشن بتاع اليوتيوب. هتروح للوصف، هتدوس على اللينك وتروح لموقع. تمام، احنا موقع فيه دلوقتي، عايزين نسجل فيه الاول وبعدين نشوف الكورسات ونسجل فيه. تمام، اول حاجه ندخل للموقع زي ما انت عارفين، اهو الموقع قدامنا، وندوس على ريجستر اللي هي فوق دي، ندوس على الريجستر اللي هو تسجيل يعني. بعديها هنروح نازلين تحت كده. تمام، هنا بيقول لك ايه، اكتب الايميل بتاعك، اكتب الباسورد بتاعك، ودوس على المربع ده. نكتب الايميل بتاعنا ونكتب الباسورد. الباسورد لازم يكون فيه حروف انجليزي كبيرة وصغيرة وارقام ونقط، بجانب كمان ان يكون الباسورد 15 حرف ورقم او اكتر. تمام، نكتب نعمل باسورد. تمام، لازم عشان تعمل الباسورد لازم الحاجات دي كلها تبقى معمول عليها علامة صح، تمام، علشان الحساب يتعمل بشكل صح. بعدها تدوس على المربع ده، قصدي ندوس على المربع ده. تمام، وندوس بعديها على register for an account. تمام، بيحمل. تمام، هنا بيقول لك ايه، انا بعت لك كود تفعيل او رقم تفعيل على الايميل بتاعك اللي انت مسجل بيه في الموقع. تمام، هتروح للجيميل بتاعك اهو، تعمل ريفرش، هتلاقي قدامك ايه، ان في ايميل جالك من بريتش كونسل، تدوس عليه، تنزل تحت، تحت تاني هتلاقي ايه، هتلاقي رقم، تعمله نسخ كوبي وتعمله بيست، تحطه هنا في الموقع. تمام، وتدوس على كومبليت ريجستريشن. تمام، اللي هي هنا دي، ندوس عليها، الموقع بيحمل اهو. بعد كده بقى هتعمل ايه، اقول لك كده احنا عملنا الحساب خلاص، لكن عايزين نكتب البيانات، اليوزر نيم، نعمله ايه، الاسم بتاعك. تمام، هو بيكون ايه اليوزر نيم، اليوزر نيم هو حروف انجليزي صغيره. تمام، فافترض مثلا هنعمل نكتب الاسم بتاعنا مثلا، ده اسم افتراضي. تمام، ونكتب الاسم الاول بتاعنا والاسم الاخير برضو، ودول اللي هما بيظهروا فين في الشهادة لما بتطلع، فلازم يكونوا ايه صح. تمام، فافترض اهو، تمام اهو اهو، تمام، اسمه ثلاثي. تمام، وهنا place of residence، تمام، اللي هو ايه المكان بتاعك او الدولة. تمام، هنختار اكيد ايه، مصر. تمام، نختار مصر. تمام، ونقطة البيكتشر او الصورة دي مش حاجة يعتبر مهمة ان احنا نعملها. تمام، وهندوسه على المربعين دول. تمام، بقت عامله باللون الاخضر اهو. تمام، وبعديها هتدوس على سيف. زي ما انت شايف كده، هو هنا بيتكلم بيقول لك ايه، بيقول لك ان اليوزر نيم ده في حد كان واخده قبل كده، فانت اكتب ارقام فيه. تمام، اكتب اي ارقام. تمام، والسير نيم برضو، the value provided for سيرنيم فاميلي نيم از نوت فيلد نيم. تمام، يعني بيقول لك ايه، لازم تكتب اسم واحد يعني. تمام، مفيش مشكله.
ونرجع تاني تحت تحت تاني وندوس على سيف. كده انت الموقع اتعمل تسجيل فيه، تمام. بعدها هتعمل ايه؟ اقول لك تنزل تحت كده، هنا الموقع لسه، تمام. هتلاقي ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ اقول لك هتدوس على بريتش كونسل دي. انت كده رجعت للموقع تاني والموقع اتسجل فيه، اتسجلت فيه او سجلت فيه، تمام. هتعمل ايه بقى دلوقتي عشان تاخد الكورسات، او ايه الكورسات اللي في الموقع الانجليزي؟ اقول لك لو رحت للسكيلز دي دوست عليها، تنزل تحت. اقول لك انت هنا في الموقع ده اللي هو موقع المجلس الثقافي البريطاني، هو مقسم الانجليزي لاربع حاجات: ريدنج قراءه، تمام، ريدنج قراءه، ورايتنج كتابه، وليسننج استماع، وسبيكنج تكلم، تمام. وحاطط في كل مهاره من المهارات الاربعه اللي في الانجليزي، الانجليزي في اربع مرات مهارات، حاطط في كل مهاره ايه الاساس بتاعها او التاسيس بتاعها لحد ايه، لحد يعتبر المستوى المتقدم او اللي اعلى، تمام. يعني الانجليزي اربع مهارات، تمام، ريدنج رايتنج ليسننج سبيكنج، تمام. الاربع مهارات دول الموقع عامل فيهم التاسيس لحد ايه، لحد المستوى المتقدم بتاعه، تمام. هتنزل تحت تاني تاني، تنزل تحت تاني برضو، هتلاقي مثلا المهارة الأولى اللي هي الليسننج اللي هو الاستماع، هتدوس عليها وهتلاقي المستويات هو محددهم لك زي ما انت شايف اهو على جنب اهو: A1 listening، A2 listening، B1 B2 C1، تمام، بالترتيب من هنا لهنا، تمام. اول حاجه الاي 1 اللي هو المبتدئ خالص، تمام. فهو مقسم لك الموقع الانجليزي اللغه الانجليزيه لاربع مهارات، وكل مهاره هتطلق فيها المستوى المبتدئ فيها لحد مستوى متقدم اللي هو السي 1، تمام. طب انت عايز تروح للمهارات الثانيه، تعمل ايه؟ تدوس على الريدنج دي، تمام. لما تدوس على ريدنج للقراءه هتلاقي برضه المستويات من المستوى الاقل للاعلى، والرايتنج نفس الكلام، تمام، والسبيكنج نفس الكلام برضو، نفس الكلام من A1 لB2، تمام. افترضا احنا عايزين نشوف المستوى الليسننج اللي هو المبتدئ خالص، احنا عايزين نروح على مهارة الليسننج الاستماع، ونروح على اقل مستوى خالص اللي هو المستوى المبتدئ في الاستماع. هندوس على A1 listening، ننزل تحت، تمام. وهتلاقي هنا ايه؟ هتلاقي هنا اكتر من حاجة هتاخدها في الكورس، تمام، زي ما انت شايف اهو، تمام. هنبدأ من فوق خالص، تمام، نبدأ من فوق، تمام. كل مستوى من المستويات في اي مهارة بيتقسم لاكتر من حاجة، او اكتر من حاجة فيديوهات وحاجات تشوفها او حاجات تقراها او ملفات تحملها، تمام. فافترضا هنا A request from your boss، يعني انت في شغل وهتاخد طلب من صاحب الشغل نفسه، فافترضا كده يعني، تمام. فهنا زي ما انت شايف كده ايه، في حاجة هتسمعها لان ده استماع، تمام. وبعدين في حاجة اسمها قدامك هنا الترانسكريبت، تمام، اللي هو ايه، اللي هو يعتبر الكلام اللي انت سمعته في الريكورد ده متفرغ هنا وموجود هنا كله، تمام. وبعدين في حاجه اسمها تاسك 1 وتاسك 2، تمام، ودول هنا ايه يعتبر موجودين، تمام. وايه و انت ايه هتحط الكلمات دي هنا في المربعات دي، تمام. وهكذا برضو تاسك 2، تاسك 2 يعتبر ايه، انت سؤال برضو انت ايه هتروح، ايه هتروح مجاوبه، تمام. السؤال ده تقريبا ترتيب الاولويات، وبعدها تدوس على فينش، تمام. وهنا برضو في تاسك 2 انت لو نزلت هنا برضو هتلاقي فينش برضو، بعد ما تعمل التاسك نفسه هتروح مخلصه، تمام. وعندك كمان ملف ممكن تحمله برضو، تمام،
ومن بعديها هتروح مكمل بقى في الحاجات التانية اللي في الليفل ده من المهارة. تمام، الملف ده ممكن نحمله مفيش مشكلة. تمام، ممكن تقراه. تمام، وهو يعتبر ايه؟ صغير. وهو في ايه؟ في يعتبر الحاجة اللي انت لسه واخدها. تمام، يعني بشكل مكتوب في ملف. تمام، حاجة عالية اكيد ان شاء الله، وهتكون كويسة ومفيدة. تمام، هنروح للموقع تاني، نرجع له تاني، نقفل الصفحة دي، نرجع تاني. تمام، وهتعمل بنفس الكلام بقى. تعمل ايه بقى؟ تنزل تحت، تدخل هنا، وبنفس الكلام بنفس الطريقة اللي انا بقول لك عليها، وتاخد كل الحاجات اللي موجودة، سواء فيديوهات، ريكوردات، تسجيلات، ملفات تحملها تقراها، ده كله ده اعمله. نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام لحد تحت. تمام، لحد ايه؟ لحد تحت، لحد ما توصل لحد هنا، ويبقى الليفل او المستوى في المهارة خلص. وهتروح راجع فوق تاني مثلا في الليسننج، وهتروح لA2. تمام، وايه وهكذا، B1 listening، وتروح كمان المهارات التانية reading و writing و speaking. تمام، كده كويس خالص. دي حاجة مهمة تعملها. طيب السكيلز دي هم أربعة. تمام، زي ما انت شايف كده، لما رحت انا السكيلز ظهرت قدامي السكيلز الأربعة: listening, reading, writing, speaking. تمام، انت لو القواعد عايز تحسنها تعمل ايه؟ اقول لك تروح لجرامر. دي هو مقسم لك الجرامر القواعد لايه؟ ليه برضه مستويات. فتروح للمستوى المبتدئ اهو ده، دوس على دي، وهتلاقي هنا ايه؟ هتلاقي ان انت دخلت هنا في الجرامر. تمام، وايه قدامك المستويات بتاعت الجرامر القواعد. تمام، هتدوس على A1 A2 جرامر، اللي هو المستوى المبتدئ في الجرامر القواعد، وتنزل تحت. تمام، تنزل تحت، هتلاقي برضو نفس الكلام، ان الليفل او المستوى في الحاجة دي اللي هي قواعد بنقسم ليه اكتر من حاجة تاخدها وتدخل في كل حاجة، وتسمع فيديوهات او ريكوردات او حاجات مكتوبة او هتذاكر لحد تحت. تمام، وهترجع كمان تكمل ايه؟ تكمل المستويات الباقية في المهارة دي او القواعد يعني. تمام، بعدين في الاخر هتدخل هنا. تمام، الانجليش جرامر ريفرنس. تمام، هنا نفس الكلام. هنا برضو حاجة مهمة، فيها الأسماء والأفعال. تمام، والصفات كمان. تمام، وأكتر من حاجة برضو موجودة هنا، والضمائر برضو أهي. تمام، أكتر من حاجة برضو في القواعد. فأنت الحاجات دي كلها مطلوبة منك في القواعد، تبدأ من هنا، بعدين هنا، بعدين هنا، بعدين هنا. تمام. طب في حاجة تانية غير الكورسات الإنجليزي دي اللي هي في الأربع مهارات والقواعد اللي هي دي؟ في كمان، إيه هي؟ أقول لك، في حاجة اسمها الحاصلة اللغوية أو الكلمات في الإنجليزي. تمام، طيب أنا زي ما عندي حصيلة، تحفظ كلمات بجانب الموقع، تعمل إيه؟ تروح على فوكابلري، روح لفوكابلري، حصلت الكلمات أو الكلمات، وعندك أنت الحاجات دي اللي هو المستوى المبتدئ في حصيلة الكلمات، والمستوى المتقدم اكتر في حصيلة الكلمات، وعندك حاجة اسمها فوكابلري جيمز، او ان هو بيقول لك الكلمة ويقول لك ايه معناها وهكذا. فتروح هنا ال A1 A2 فوكابلري اللي حصيلة الكلمات في المستوى المبتدئ، تنزل تحت. تمام، وهنا زي ما انت شايف اهو قدامك المستويات والحاجات الخاصة بالفوكابلري، دوس عليها دي A1 A2 فوكابلري، المستوى المبتدئ من الفوكابلري، ننزل تحت. هتلاقي هنا حصيلة الكلمات والجمل اللي انت المفروض تستخدمها في موقف معينة. تمام، اهو زي ما انت شايف اهو، يعني هنا مثلا في الملابس، في الالوان، في الروتين العام او الحاجات اللي بتعملها في اليوم، هنا المشروبات، الافردي اوبجكتس، الحاجات اللي ممكن تشتريها او كده، الاشياء اللي بتبقى في اليوم او كل يوم، هنا الانيمالز وهكذا وهكذا. تمام، بنروح للمستويات الباقيه في الفوكابري دي. تمام، برضو هنا في اكتر من حاجه برضو ممكن تشوفها. تمام، وهنا في حاجه اسمها جنرال انجليش، يعني فيديوهات وقصص وريكوردات ممكن
ايه تشوفها وبرضه كويس تمام. ولو رحت الانجليش ليفل دي هتلاقي في حاجه اسمها اونلاين انجليش ليفل تيست، اللي هو امتحان تحديد المستوى اللي دوست عليه تمام. ايه هتلاقي ان انت عندك امتحان تحديد مستوى ممكن تمتحنه تمام، تدوس على تيك ذا تيست تمام، وهتروح دايس على ستارت ذا ليفل شيك، يعني تدوس ان انت تبدأ الامتحان، والامتحان يعتبر 30 سؤال اختياري تمام. في 30 دقيقة، 30 سؤال في 30 دقيقة، في نص ساعة يعني تمام. وايه والامتحان ده هتدوس على ستارت ذا ليفل شيك وهتبدأ الامتحان وتخلصه تمام. ده امتى؟ لما تكون عايز تختبر او تشوف المستوى بتاعك تمام. شكرا خلص، مع السلامة.